رياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. وقال أن هذه الحلق، حلق الذكر، تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل فيها السكينة، ويذكر الله سبحانه وتعالى من يذكره في هذه المجالس في الملأ الأعلى. وكذلك يقال لهم في نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم، فقد بدلت سيئاتكم حسنات. ونحن قد بدأنا في كتاب في العقيدة اسمه 200 سؤال وجواب في العقيدة، أو أعلام السنة المنشورة، لعلامة الحجاز الحافظ حكمي رحمه الله تعالى. وقلنا أن يعني الشيخ رحمه الله صنف هذا الكتاب على هيئة سؤال وجواب ليكون سهل على المسلم يتعلم عقيدته على هيئة سؤال وجواب، لأنها طريقة محببة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يطرح كثيرا على أصحابه الأسئلة، يقول: أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما أكبر الكبائر؟ أتدرون ما كذا؟ أتدرون ما كذا؟ فهذه الطريقة محببة للنفوس. فجعل هذا الكتاب جمع فيها العقيدة كلها، عقيدة المسلم، في 200 سؤال تقريبا. ووصلنا في هذا الكتاب في الشهادتين، وقلنا أن الدين عامة عبارة عن 3 دوائر: دائرة كبيرة اسمها إيه؟ ثم الأصغر منها، ثم الأصغر منها الإحسان. فإذا ليس كل مسلم مؤمن، ولكن كل مؤمن مسلم. وليس كل مؤمن محسن، ولكن كل محسن لازم يكون مؤمن. فدائرة الإسلام أكبر، بعد كده دائرة الإيمان المؤمنون أقل من المسلمين، المؤمنين الصادقين، وبعد كده المحسنين من المؤمنين أقل. فهذا هو الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام لما نزل فقال له: ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان؟ ففي النهاية قال لعمر رضي الله عنه: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالإسلام كما هو معلوم له 5 أركان، 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فوصلنا عند الشهادتين إلى الشق الثاني من الشهادتين. الشق الأول شهادة أن لا إله إلا الله، والشق الثاني شهادة أن محمد رسول الله. وقلنا أن منزلة الشهادتين أن لا يدخل الإنسان الإسلام إلا بالشهادتين. وممكن يعني ممكن أن نقول أنها مفتاح الإسلام، ولكن في إشكالية كبيرة جدا جدا جدا، ألا وهي أن هذا المفتاح، أي مفتاح عامة، لابد أن يكون له أسنان لكي يفتح. قيل لوهب بن المنبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، أوليس لكل مفتاح أسنان؟ ولو جئت مفتاح لا أسنان له لم يفتح لك، وإن جئت مفتاح له أسنان فتح لك. وقيل الحسن البصري: أن أناسا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل جنة. قال: من قال لا إله إلا الله وأتى بحقها ومقتضياتها دخل الجنة، عدل لهم المسار. فليس كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فهذا أمر مهم جدا جدا جدا، بدليل أن المنافقين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لا إله إلا الله، صح؟ إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وفي الآخر حكم عليهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار. ليه؟ قالوها بألسنتهم لكن لم تتيقن قلوبهم. قالوها ليه؟ لكي يعصموا الدماء والأموال، وتزوجوا من المؤمنات لكي يعصموا الدماء والأموال. فهذه الشهادتين لازم لها 7 شروط وضعها العلماء. طب منين وضعها العلماء؟ جابوها من كيسهم. صح الصبح كده أحد العلماء قال: والله لا إله إلا الله دي لها 7 شروط. لا، أتوا بها من نصوص الوحي، من الكتاب والسنة، ووجدوا، نظروا في النصوص، لو أن لا إله إلا الله يعني مقتضياتها 7 شروط. طبعا ليس على سبيل الحصر، هي يعني في شروط تانية لم يذكروها، ولكن أغلب العلماء ذكروا هذه الشروط السبع، هي البارزة في نصوص الوحي. وجمعها المؤلف نفسه رحمه الله في منظومة له اسمها سلم الوصول إلى التوحيد واتباع الرسول. فقال: وبشروط 7 قد قيدت، يا أي الشهادتين، وفي نصوص الوحي قد أتت: العلم واليقين والقبول، والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. 7 شروط: العلم، لازم تعلم يعني إيه لا إله إلا الله. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي إيه؟ فاعلم كيف تصلي، كيف تزكي،
كيف تصوم؟ كيف تحج؟ قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. لازم تتعلم التوحيد أول شيء، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. جاء البخاري رحمه الله راح حط في صحيحه باب اسمه باب العلم قبل القول والعمل، ثم وضع هذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعني عايز يقول لك أن ربنا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بداية، ثم أمر المؤمنين بعده، أن قبل أن تقول أي شيء في الدين أو قبل أن تعمل أي عمل صالح في الإسلام لازم تتعلم، وأول ما ينبغي أن تتعلمه هو التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، لأنه إذا صحت العقيدة صح بعد كده كل عمل صالح وقبل، لأن لا يقبل أي عمل صالح إلا بالتوحيد، إلا بالإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وبعدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فلا عمل صالح مقبول عند الله إلا بالتوحيد بالإخلاص ومتابعة الرسول، وهي معناه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا هذه هاتان الشهادتين هما الأصل كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأصل هذا الدين أي دين الإسلام مبني على أصلين. الأصل الأول أن نعرف أو أن نعبد الله وحده لا شريك له، وهي معنى لا إله إلا الله. والأصل الثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي معنى أشهد نشهد أن محمد رسول الله. لا يخرج الدين عن هذان الأصلين، فلا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أمرين، الأمر الأول من كنت تعبد، والأمر الثاني بما أجبت من المرسلين، بما أجبت الرسول، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب احنا اتكلمنا عن شهادة أن لا إله إلا الله الشق الأول اللي هو التوحيد، أي لا معبود بحق إلا الله، وقلنا ما ينفعش نعرفها أن هي لا معبود إلا الله، صح يا محمد؟ ليه يا محمد؟ ينفع نقول لا معبود إلا الله؟ ينفع؟ طب ليه؟ ما لا معبود إلا الله صح؟ في معبود تاني يا عبد اللطيف نعبده مع الله؟ ها؟ يبقى لازم نقول عشان التعريف يكون منضبط نقول إيه؟ بحق، لأن في معبودات بالباطل صح؟ في آلهة كثير جدا على وجه الأرض دلوقتي، بس مين الحق؟ هو الله، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه، وفي قراءة ما تدعون من دونه هو الباطل، خلاص انتهى الأمر. لا إله إلا الله هذا أسلوب حصر عند العرب، لا إله نفي إلا الله إثبات الألوهية لله وحده، لا شريك له لا شريك له في عبوديته، كما أنه لا شريك له في ملكه. حد يملك مع الله؟ أإله مع الله؟ لا يوجد إله مع الله مصرف لهذا الكون ومدبر هذا الكون. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طيب ندخل في الشق الثاني، نشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشهادة التي يريد أهل الباطل في هذا الزمان أن ينفوها وأن يطمسوا معالمها من خلال التشكيك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هو مش يقدر يجي المسلم يقول له لا، طب أنت يكفيك أن لا إله إلا الله، عايز محمد رسول الله، مش هيقدر يقول لك كده، ما ينفعش، لان هو انت هو عارف انك بتعظم الرسول بتاعك، لكن هيجي يشككك في السنه اللي هي اصلا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم مات ولكن ورث العلم، ورث السنه، هيشككك في هذه السنه، هيجي يقول لك هذه السنه فيها صحيح وضعيف، ينفع تاخد دينك من حاجه صحيحه وضعيفه؟ هيجي يقول لك كده. وهذه يعني الشبهات اثيرت من قبل، وطلع ناس اسمهم القرآنيين اللي هم يقول لك فسر القرآن، القرآن موجود اهو بين يدينا القرآن، خلاص مش لازم السنة، خذ القرآن وشوف ربنا عايز منك ايه واعمله. هذا الأمر لا يستقيم، لأن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. عمران بن حصين كما في مستدرك الحاكم كان جلس مرة يحدث أصحابه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل يا أبا نجيد حدثنا بالقرآن، يا ما تقول لنا عم آيات بالقرآن. قال له أنت وأصحابك تقرؤون القرآن، يعني قرأت القرآن، أنا جالست الرسول وأخذت ولم تأخذ، وعلمت ولم تعلم، ائتني في القرآن كيف تصوم وكيف تحج وكيف تصلي، ائتني بالقرآن، وائتني بالقرآن كم عدد ركعات الظهر والعصر. ثم لما فرغ عمرو بن حصين قال يا ابن جيد لقد احييتني فاحياك الله كما احييتني. قال الراوي فما لبث هذا الرجل الا ان صار من فقهاء المسلمين. هو طبعا يعني هذا الرجل لانه كان عايش مع عمرو بن حصين وكان عايش مع الصحابه، فرجع عنده وازع، كان عايز كان نفسه يسمع القران، فعمرو بن حصين حب ان يفهمه
يقول له خلي بالك القرآن لوحده لا يكفي، انتوا قرأتوا القرآن بس ما طلعتوش بالقرآن بالدين، الشريعة هي السنة، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في هذا الزمان القرآنيون لا يرتدعون، لأنهم أهل زيغ وأهل أهواء، عايزين يهدموا الدين كله أصلا عن طريق السنة، مش هيقدر يجي لك من القرآن، لأن القرآن عندك معصوم، فيجي لك من السنة. فإذا هدمت السنة هدم القرآن فهدم الدين. فنشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشق الثاني من التوحيد، من شقي الشهادتين، النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عشان نشهد أنه رسول الله حقا، وهذه نصيحة والله يا إخوة، لابد أن نتعلم السيرة. إذا تعلمت سيرة الرسول أحببته، وإذا أحببته هتشهد أنه رسول الله حقا وتتبعه من قلبك فعلا. كما أنك إذا عرفت من هو الله ومن هو الذي تعبده أحببته، كما قال ابن القيم: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة، مفيش مفر. كذلك إذا عرفت الرسول صلى الله عليه وسلم سيرته وهديه أحببته لا محالة واتبعته لا محالة، مش كده يا شيخنا؟ فتعلم سيرة الرسول هتحبه، وتعلم هدي الرسول هتحبه صلى الله عليه وسلم. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، والقريش من العرب، والعرب من نسل عدنان، من ولد إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى بني إسماعيل من كنانة، أو اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار، صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وفي قراءة من أنفسهم، من أنفس العرب صلى الله عليه وسلم، لأن عدنان الذي هو من ولد إسماعيل كانوا من العرب المستعربة، صح؟ عدنان المستعربة، والمستعربة أفضل العرب، صح؟ وفيهم الأنبياء كلهم نسل الأنبياء، فأفضل هم العرب اثنين: عاربة من هو من نسل قحطان، ومستعربة اللي هي جاي منه نسل عدنان وإبراهيم وإسماعيل، والنبي صلى الله عليه وسلم من هذا النسل المبارك، من أفضل العرب. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني من نسل هم يعرفونه، ومن صفات هم يعرفونها، لذلك كانوا يلقبونه بالأمين صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرفونه. ومن أنفس العرب صلوات الله وسلامه عليه، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه صلى الله عليه وسلم ما يشق المؤمنين، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، رحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم خاصة بالمؤمنين، لكن على الكفار أشداء على الكفار ورحماء بينهم، عنده غلظة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وهم جهنم وبئس المصير. طبعا الغلظة في موضعها والشدة في موضعها، في موضع المحاربة وفي موضع المجالدة وفي موضع المعاندة، لكن في موضع الدعوة في رأفة وفي حلم وفي حكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ثم يفضل الحسنة، فكل موقف له ما يستدعيه. وقال تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حقه علينا ثلاثة أمور أو أربعة أمور، وهي معنى شهادة أن محمد رسول الله. أولا طاعته فيما أمر صلوات الله وسلامه عليه، لا نعصيه أبدا، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. قال الله سبحانه وتعالى، قال في سورة الحشر، قال في سورة الحشر، حد يذكرني، ها؟ وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. طيب، طاعته فيما أمر. اثنين، تصديقه فيما أخبر. فكل أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم نصدقها ونستقبلها على الرحب والسعة، لا ننكر منها أبدا أي شيء ولا نشك فيها حتى لو لم نعلم الحكمة منها.
ثلاثة، اجتناب ما عنه ما نهى عنه وزجر، اجتناب المحارم كلها صغيرها وكبيرها التي نهى عنها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. رابعا، ألا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن أي إحداث في الدين اتهام بأن هذا الرسول لم يكمل الله سبحانه وتعالى به الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأي إحداث في هذا الدين لا يعني يخرم في شهادتك أنك تشهد أنه رسول الله وأنه خاتم النبيين. فرسول الله سبحانه وتعالى ختم بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم الديانات كلها، بل ختم كل الوحي من السماء. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا، يعني اخترع في هذا الدين أمرا جديدا ما ليس منه، فهو رد أي مردود عليه. فمن تمام شهادتك أن محمد رسول الله ألا تحدث شيئا في الدين. وخذوها قاعدة، الأصل في العبادات، أي عبادة في الإسلام الأصل فيها أنها توقيفية، يعني إيه؟ متوقفة على الدليل، يعني متوقفة هل فعلها الرسول ولا لا، وانتهى الأمر. خلاص، هذا دي قاعدة، قاعدة لا تنخرم، الأصل في العبادات أنها توقيفية على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في أصلها، يعني في أصل هذه العبادة، فعلها أو لا فعلها نعملها، ما فعلهاش خلاص. اتنين، في الصفة، كيف فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، على وفق ما فعلها نفعلها، لو أحدثت فيها شيئا جديدا يبقى أنت مبتدع. ثلاثة، في العبادات ذات العدد، توقيفية أيضا، يعني تتبعه في العدد. حد يضرب لنا مثال في العبادات ذات العدد؟ الصلاة. واحد صحي الصبح قال: والله أنا صاحي النهاردة فايق وقرآن الفجر كان مشهودا، يلا يا عم الشيخ خلي الفجر 4 ركعات النهاردة، ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن الأصل في العبادات ذات الأعداد أنها توقيفية، كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفس العدد نفعلها. واحد راح الحج، ربنا يرزقنا وإياكم حج بيتي، جه عند رمي الجمرات فقال لك: طب الشيطان ده ابليس ابن الذين، طب بدل ما ارجمه ب7 حجرات ارجمه ب10، ايه المشكله يعني؟ ده في ناس بتضرب الشبشب. واحد يقول لك: انا الله يخرب بيتك فرقت بيني وبين زوجتي، ويرمي بكل ما عنده من قوه. مره من باب الطرفه حاج كبير في السن، عياله بيقولوا: يلا يلا بقى نروح بقى ايه في المناسك، هنروح بقى ايه نرجم، يعني هنروح نرمي الجمرات. قال له: يعني نرمي الجمرات نعمل ايه يعني؟ قال له: هنرجم ابليس يعني يابا. قال له: بقول لكم ايه، انا بقى لي 70 سنه انا في حالي هو في حاله، اروح ارجمه ليه؟ اروح اقلبه عليا ليه؟ سيبوني. قال له: ما ينفعش، احنا مامورين من مناسك الحج نعمل كده. فسبحان الله، نحن عبيد لله، نطوف حول حجر لان الله امرنا، ونرمي حجر بحجر لان الله امرنا. فما ينفعش واحد يروح يرمي الشاهد بتاع الجمرات 10، نقول له: لا يتقبل منك. طب رميته 6، نقول له: لا ما ينفعش، انت متعبد ب7 حصيات بالتحديد بالعدد. طيب، فاي عباده ذات عدد ما ينفعش نحدث فيها، خلاص ما ينفعش نخترع فيها شيء جديد، وهكذا. يبقى في اصل العباده وفي صفه العباده وفي عدد العباده كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى شهاده ان محمد رسول الله، يعني ايه ما شهاده محمد رسول الله؟ واحد قال لك: انت مسلم صح؟ يعني ايه شهادة محمد رسول الله؟ ها؟ هتقول له ايه؟ ايه؟ عشان انت قاعد مش مركز. يعني ايه يا محمد؟ شهادة ان محمد رسول الله، يعني ايه؟ 4 حاجات: طاعته فيما امر، وتصديقه فيما اخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. 4 حاجات لازم تحفظها، دي قاعدة عندك، دي عقيدتك أصلا. ما ينفعش واحد قال لك: يعني إيه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ عايز تدخل واحد الإسلام، هتقول له إيه؟ والله لا. يبقى أنت كده علمك زي علمه، استويته مع بعض، مش عارف يعني إيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، يبقى أنت علمك زي علمه. ما ينفعش مسلم يعرف يعني إيه شهادة لا إله إلا الله، يعرف يقنع كافر يقول له يعني إيه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يعرف يقنع كافر أن محمدا هو رسول الله. قال ابن كثير المفسر المعروف
والمؤرخ المعروف رحمه الله قال في تفسير ابن كثير، في تفسيره قال، وهو بيتكلم عن الآية بتاعت لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أو عفوا استغفر الله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. قال لم لا إذا طلع الرسول صلى الله عليه وسلم على أي زمان وعلى أي مكان وجب على جميعها على جميع ما في هذا من في هذا الزمان أن يتبعوه حتى بما فيهم الأنبياء، بما فيهم الأنبياء، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. من هو الرسول؟ صلى الله عليه وسلم.